الحاجه الثانيه بتستعبطها هي الثالثه كده ده كان الثالثه ولا الرابعه انا بعمل مونتاج فيديو كويس كنت طالب من استاذ جيب لي صور من زمان على بس انا مش عارف انتج الاخلاق بتاع مدرسه بسبب الاستاذ اللي انا قلت عليه مدرسه عددها 700 طالب سلم قد كده ما ينفعش البيت 750 طالب بالظبط وحضرتك عم تتكلم على واقع ده كده في حاجه ثانيه يا استاذ اتفضل يا استاذ تاني كده صباح مخلوق الاستاذ الكليه في مدرسة نفس مدير واحد اللي هو المدير مين عندك؟ مين المدير عندك؟ الأب عايز يرمعني بس هي بتسمعني تمام. وده سبب السبب اللي ماشي في تجاري دلوقتي ما اعرفش اللي حصل. اتصلت بيه والله عليه بس ما اعرفش. تمام. عندنا عدد المدرسين لدرجه ان المدير مشايلاني انا جدول. يعني انا شايله جدول في الفصل. المدرسين الفصل. المدرسين الفصل. الفصل كلها فيها الاسئله. في بقى معلش عايزين حد قائم بس الاعمال المدير في الفصل. انا انتظر بقى يعني يبعتوا لنا لا يبعتوا لنا بقى حد في التعامل. لا 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 هنلاقي ان شاء الله. انا كنت ظاهر عديت عقودات مدرسين فصل، لكن ما اقدرش اوعد بحاجه مدرسين فصل وازرق اسمه في اسمه. الا لو لقيت حد في كام نصاب. بعد اذن حضرتك عايزين حد بس قائم باعمال المدير في الفصل. لا دي سهل احنا هبعتك حد هبعتك حد. هو المشرف يمشي النظام اللي هو عايزه. لا انا عاوز مش بزاوجه 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 ازاي كده؟ لا اجي لك انا بس اجي على الطبيعه في الكلام مش حاجه اسمها كده ما فيش حاجه اسمها كده اكتبها عندك يا شيخ يعني مشروع على الفتره المسائيه يعني هو فتره مسائيه ولا مشروع؟ فتره مسائيه موجود اهو عاوزين قائد اي حد يقدر يقعد هنا مدرس عندك عايز يعمل مدرس عندك مدرس عارف مدرس عارف الكلام ده حلو قوي بس بعدين بالعكس دي كبيره قوي لما بيخش على الباب بيتعامل مع الدين ابتدائي وفجاه اللي بينزل المدرسه يقول لي مفيش حد تيجي ازاي؟ أكيد بعد طبيعي. لا هو عارف الصدر بتاعي. هو عشان النظام الجديد اللي ماشي حضرتك في سنة أولى دلوقتي. لما أنت. أنا تاني يا أساتذة؟ في أي مشكلات تانية؟ اتفضل. أولا بداية بنرحب بكل الناس اللي شرفتونا شرفتونا في المدرسة مدرستكم وقت ما فرحنا بشرفتونا في عندي مشكلة نشأت طارئة إن عندي مدرسة تربية رياضية دخلت مركز الوضع كده مليون مليون اليوم الجمعة اللي فاتت طبعا أنا عندي لجنة الجودة هتيجي يوم ثلاثة ولا أنا تواصلت مع توجيه التربية الرياضية أنا عايز حد مدرس تربية رياضية لمدة الثلاث أيام دول اللي هو هيبطلوا الأيام اللجنة وبعد كده حاولوا نتصرف إحنا في الجزئية دي هو طلع لي نشرة خاصة بالتعليم الإعدادي بس كان عندي مدرسة ابتدائي وإعدادي وبنين وبنات عندك كم حصة يعني؟ شخصياً واحد هو مدرس هو بعد نص واحد هو كان عندي مدرس بياخد 8 حصص هيكمل مدرس هيفضل عنده مدرس بس هو مرحله اعداديه المرحله الاعداديه بيبقى فيها معلم بنات ومعلم المهم يعني قصه بس قلت له انا عايز ثلاث ايام اللجنه انا عايز مدرس انت عندك اثنين واحد من واحده بنات عندك العيال واحد من واحد بنات انا عندي مدرس تربيه رياضيه بنين للمرحله الاعداديه وعندي المدرسه الابتدائيه كم يوم ده ده بيجي يوم الاثنين في الاسبوع عشان اعدي بس طب ما يكمل تحت هو هيكمل تحت بس انا عندي بنين وبنات انا بتكلم بس في ثلاث ايام انا تواصلت مع التوجيه لا انا بتكلم قدامك هو كان معايا هنا النهارده طيب هو قال انا واقف ما عنديش مانع بس الاستاذ يبان ده انا موافق 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 ان
عندي اخصائيه اجتماعيه لثلاث مراحل الاطفال الابتدائي والاعدادي. المدارس الكبيره وعيد انا في المعشم عندك سمحة مني يا كنا نديله حد كمان يومين بس يعني كنا سجلنا بس خدت اجازه لسه فاحنا هنجيب له ان شاء الله بديل بس يا ريس استاذ عادل ده من الشخصيات النشيطه هي لها فكر عالي جدا في الاداره احيانا لما حد او لاقي جمهور ما بيتجاوبش مع الفكر العالي بيشتكوا منه كثيرا احيانا مين اللي حل مشاكل بالك كانوا بيساووا مين اللي بيشتكي مش لازم يعرف عشان انا بحبه بحترم الفكر العالي ده عاوز هو يتواضع شويه يتعمل على عقليات الاقل من كده عشان يكسب لا لا ده هو عمرنا ما سمعنا اي مشكله هو التسجيل واحد عشرة وده ترتيب كمبيوتر ما دخلناش فيه وهو يا معروف انا دخلت حاجه بتعدي الدرجات بتعدي الترتيب تعرف دخلت حقك ايه؟ هو الكمبيوتر ابراهيم يعني برضه نفس الحكايه احنا سيبناه يرتب ما تسيبوش بقى انت اللي ترتب انت عارف عقليه اللي معاه بسيطه واحد انت اديته شهاده الثالث ونادي التعليم الخامس نفترض هتحلها زي ما عملنا هي القصه معكوسه بقى هو كل الرابع والكمبيوتر عمل الثالث خلي بالك هو بيقول لنا انا عايز الرابع زي ما الكمبيوتر طلع لنا ما اعرفش مشكله نعم طبيعي اقول لك انت والكمبيوتر لا ما عندكش وانت عباوي كده طلعات او اللي هو امرك هو لا هم طب خلاص خد انا هعمل حاجه كده اللي على خلاص 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 يا بيه خلاص عشان بس سلمنا هي قصه مش حاجه خالص بص يا عادل ادي كده كل حاجه بمعنى تحتوي يا زيدي استاذ عايز اقول لك انك جبتها جنبك ده دخلت معاه في موضوع لعبت الدنيا كلها انت اللي لاحق ايه؟ ديت؟ مفيش اي مشاكل الا في الصعيد انا استوعبتها داخل